قيل إنها عذبت واغتصبت حتى الموت على يد أفراد من حركة حماس، لكن والدتها شهدت لاحقاً بعكس ما أشيع. الفتاة الألمانية شاني لوك حية ترزق في غزة وتتلقى العلاج هناك، هذا ما قالته والدة الفتاة ريكاردا لوك عبر تسجيل مصور جديد في صباح السبت الماضي. ومع بدء العملية العسكرية للفصائل الفلسطينية نشر فيديو قيل إنه لفتاة ألمانية تبلغ من العمر 22 عاما، وقيل إن مقاتلي الفصائل أسروها من ضمن من أسروا من حفل موسيقي كان يقام في صحراء النقب بالقرب من قطاع غزة. سمعنا مؤخراً بعض التقارير من غزة تفيد بأنها على قيد الحياة وأنها في المستشفى، لقد أصيبت بجروح في رأسها لكنها لا تزال على قيد الحياة. والدة لوك لم تحدد مصدر معلوماتها، لكنها نفت ادعاءات إسرائيلية بأن الفتاة تم اغتصابها وقتلها.